يا اسطى والله العظيم انا كل اول ما بدخل الاوضه يا اسطى بلاقي ابويا مره واحده يروح جاي عامل لي ازاي، قوم امشي، مش عارف ايه اللي منيمه في اوضتي النهارده مخليني مش عارف العب والله العظيم يا اسطى. بقول لك ايه يا ماما؟ انا شفت بابا كان ماشي ومع واحده. انت كذاب يعني؟ ماشي ومع واحده، واحده غيرك ماشي بيها. مفيش الكلام ده والمصحف. كان ماشي على الامه عندنا ومعاه واحده مأجرها. شفته فين؟ على الامه. كانت لابسه ايه؟ والله كانت لابسه زيك اسود كده و مفيش نسوان بتلبس اسود غيري، انا اللي بلبس اسود واحمر وبشكل الشبشب على الطرح على كل حاجه، مفيش حد بيلبس زيي، انا النزيهه. انت شياكه، محدش يعرف يطقم زيك. هي تسلم لي يا حبيبي. المهم بس استنى ثواني. ايه مش ممكن يكون واحد شبهه؟ ما انا قلت زي كده ممكن ما يكونش ابويا، بس المشكله ان اللي عرفني ان هو ابويا عزيزه العصايه. ايه عزيز؟ هي عزيزة دي اعرفه من وسط مليون، محدش معاها زي عزيزة. هو حد معاه عزيزة غير ابويا؟ انت عارف الكلام ده لو بجد؟ ما تخش كده تشوفيه وهو نايم كده يمكن يكون بيكلمه، خش شوفيه كده صحيح. وهو راجل على قلبه مراوح وتكييفات. ده ليلة ام سودة، خليك انت هنا على قد ليلة ثواني وجيالك. اما انت لازم تنام لي هنا عشان الشنوله التانية جالت لك ما تنامش في جوضتها. حاج انت هتقعد تنعنق لي وانت نايم؟ قوم لي بقول لك يا حاج. حاج في ايه؟ حد يصحي حد كده؟ في ان انت بتلعب بديلك اليومين دول وجات الاخبار صار. اللي انت بتقول لي ده حاج؟ ايوه، وانت بتعيب عليا اهو. ايوه عيب عليا. يلا ما انا ما بقتش عاجباك يا ابويا، على الشك اللي مخليك دماغك مثل العك. انت كنت ماشي مع نسوان امبارح يا حاج في الشارع على الامه هناك؟ مفيش الكلام ده والمصحف يا حاج. ناس مصورينك صوت وصور. يا ست ورب اللي خلقني مفيش كلام. انت الحته الطريه اللي في حياتي، انت اجمل حاجه في حياتي. والمصحف كنت ماشي. انت خسيت يا حاج والله ما تلوي. الحاج خسيت يا عيال. جد والله فيش ولا كلام. لا حاجة، انت كل حاجة في حياتي حاجة، انت ست الستات. ايش يا حبيبي؟ ايش انت حجوج ست الستات؟ طب تعال اقعد معايا شوية، عايزك في كلمتين بره. ماشي حاجة. انا اللي اقول لي حاجة، مين اللي ارشد لك على الموضوع ده حجوج؟ الصراحة يعني؟ ايوه قولي الصراحة. الصراحة ايوه قولي قولي الصراحة. ما خلاص قولي. حمو هو اللي قال لي وهو اللي شافك. كنت حاسس الاحساس اللي شبه الجلجاس ما بيبطلش حسيسه. ماشي حاجه، روح وانا اجي وراك. ماشي يا اخوي. اوه يا بلانجاس، عايز تلعب بابجي وتحطني في كمين؟ علاش اللي جاب امك؟ عملت ايه؟ طلع مش هو يعني. ايوه المصحف ظلمناه. ظلمت مين ياما؟ اللي انا بقوله لك ده الصح، كان ماشي مع نسوان خيري. انت عايز من الاخر؟ انت شعنون انت. مش عايز حاجه خلاص، انا غلطان والله. ما بقتش عارفه مين الصادق ومين الكذاب. اهو جاي. 5 minutes later. ايه هو كل شوية اعلان؟ يخرب بيت ابو اللي جابكم مالته البلد، مش كفاية التلفزيون. ايوه يا اختي كمل. بنعمل
حاجة عايزة يا حاجة. خلاص يا اخويا مش عايزك في حاجة، خلاص خش ارقد كمل، خش يلا خلاص. لا خربت امك، مش هحتطانة معاك انت عشان انا متابعة على قد الايد. ماشي يا حاجة. يلا فينا يا اسطى، قعدت على الكمبيوتر يا اسطى. اولاد ياس، كنت عارف ان انت عايز تعمل لي كامين عشان تقعد تلعب ببجي. اونلاين وحياة امك ليش اللي جابك انت؟ ليش شفت حاجة؟ انا اسف يا حاج. تحب تنضرب ازاي يا اولاد ياس؟ بعزيزة ولا بالسكوبي دو؟ استنى بالسكوبي دو بعزيز احسن. عارفين بيحط لها ايدي بقى؟ احنا مش بنحط كده. ايوه بيحط لها ايدي بقى. لا استني، ده رح نخش المطبخ ونشتغل انا وانت. خلصت الاكل يلا يا حاج. الولحة مو فين؟ يلا يا على قد ايه كملي، بنحط لها ايه يا اختي؟ الوش اللي جابه. ايوه.